صباح الخير الناس العزاز، كي دايرين خوتي؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين. نلقاكم في هذا الفيديو نتوما بصحه جيده. مرحبا بكم في فيديو جديد كيف العاده. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الروتين ديالي، روتين التنظيف، روتين اش غادي نقول لكم، كلشي مجموع في هذا الفيديو ان شاء الله. نتمنى ايضا ينال الاعجاب ديالكم. كنبغي نشكركم بزاف على الدعاء ديالكم، على النصائح ديالكم اللي خدتكم عليا، وشكرا لكم بزاف 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 على الحب ديالكم ليا لينا انا وعلي طبعا. المهم فقت اليوم الصباح كيف العاده، عرفتي اليوم تصوروا معايا فقت، ماشي هي هذيك يعني فايقه، البسيكولوجي ديالي شويه مخربقه، ما عرفتش كيفاش فايقه، بحال تقولوا قلقانه هكا، مقلقه ولا شي حاجه. صافي وانا نفكر قلنا هي ما شوفي، ما تسنيش من شي حد انه يغير لك البسيكولوجي ديالك، حيت حنا الا بغينا نغيروا البسيكولوجي نقدروا نغيروها من حنا راسنا. فوقت لي ماما الصباح قلت والله يسال البسيكولوجي، غنبقى نرجع باباها مزيان تنولي اكتيف. صافي قلت عطيت قرار، قلت نوض ندير الشقه ديالي كيف العاده، حيت الا بقيت جالسه ولا هذاك البسيكولوجي النيجاتيف اثرات عليا اكثر، النهار ديالي كامل غنمشي غير في الزيرو، غنبقى غير هكا ستريسيا ولا ما نعرف شنو. المهم قلت نبدل البسيكولوجي، نبدلوها نرجعها اكتيف. ايوا صافي البنات كيف ما كتشوفوا بدلنا باباها. نط مع الصباح، فطرت فطور ديالي، جمعت الطبله ديالي كيف العاده، قلت ما تبقى ان شاء الله غادي نشارك معكم. نيت اليوم عرفت تصوروا معايا شي سيمانه هذه ما لقيتش طوايط حاشاكم وما نظمتهاش. المهم ما كنبغيش نمحن راسي بهذا المعنى صراحه، وانا ملي كندخل الطوايط كنبغي نقيها الصراحه، الا كنبقى فيها مزيان يعني كنبقى فيها مده طويله بزاف، كنبغي نقي حيوطه، كنبغي نقي كلشي باش نتهنى باش ما تبقى نظيف لمده طويله. صافي اليوم ان شاء الله هذا هو الروتين ديالنا. غادي نشارك معكم ايضا الغديوه ديالنا اللي غتكون ان شاء الله سهله وماهله وبسيطه اللي الكل كيعرفها. وغادي نشارك معكم الروتين ديال هذا النهار كامل ان شاء الله الى كسب اخوتي العزاز. اليوم ايضا ما شاء الله تبارك الله الجو هادئ والشمس تبارك الله غزاله. المهم واحد الجو اللي زوين بزاف، مالوغوزمون ما خرجتش بيسكو قلت لكم فقت هكا نيرونجيا ما عرفت علاش. المهم كل نهار الواحد كيفاش كيكون، ميمكنش نكونوا ديما فرحانين ديما اكتيف، ضروري من مره نكونوا ها مزيانين مره ما نكونوش مزيانين، والحمد لله والشكر لله على كل حال اخوتي العزاز. المهم بلا ما نكثر عليكم، خليكم معايا ان شاء الله باش تشوفوا الروتين كيفاش. المهم البنات اول حاجه بديت بها هما الزرابي، مشطتهم مزيان بديك اش غادي نقولها، بديك لابغوس ديال اللي كتكون شويه قاصحه الصراحه، كتحيد منك كاع الزغاب وكاع الوسيخات اللي كيكونوا في لي طابي. صراحه الطابي ما كتغسلهمش بزاف، كنغسلهم مره في شحال يعني، مره في الشهر، مره في على حسب الكانه، حيت ما كيتوسخوش الصراحه لله، وديما الطوايط حاشاكم كتبقى ديما نظيفه. نشارك معكم ايضا هذا البرودوي، هو واعر بزاف البنات من لاباك جيف، واللي عجبني فيه بزاف حيت انا ديجا جربته، اللي عجبني فيه بزاف على بالي مشتاجي انه الريحه ديالو ما مجهداش، فيه اللافانتا، فيه سميتو اش كيسميوها يا ربي، كربونات، فيه الخل، صراحه زوين زوين بزاف البنات، وكينقي البانيو، البانيو عندكم فوق اللافابو، عندكم الدوش، تحطوه حتى فوق هادو الصنبور ديال الماء. المهم راه كينقي البنات، واعر 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 بزاف، قلت نشارك معكم اكيد كيعجبكم هادشي. انا خديتو هكا غير باغازه حيت فيه سميتو الخزامه، قلت الخزامه زوينه الصراحه الا ومع الكربونات والخل راكم عارفين داكشي اكسترا زوين، داكشي غادي ينقي مزيان، وملي جربتو ما تنهدمش معايا الحال. البنات شكرا لكم بزاف، بخصوص البنات اللي كيقول لي نعيمه ردي بالك، ما تفرسيش على راسك، ما تشقايش بزاف، ما ديش بزاف ديال الحوايج اللي قاصحين عليك. لا البنات انا شويه بشويه هكا كندير داكشي اللي كنقد عليه، وداكشي اللي ما كنقدش عليه راني مخليه الصراحه، والحمد لله في دوك الايام ارتحيت على الكوميم واحد شويه، فكنقول ممكن انا ما يمكنش نخلي الضرر للناس موسخه، فهمتوني؟ الا كانت شي حاجه موسخه فالا كنت قادره كنقيها، الا ما كنتش قادره فكنخلي داكشي كيف ما هو. كنقول صافي ان شاء الله نكون مزيان ونكون هي هذيك وتكون صحتي مزيانه،
وديك الساعه نتكلف بها. فوالا البنات كيف ما شايفين، المهم شكرا لكم بزاف عاود. المهم هنايا بديت كنقي في لافابو كيف ما شايفين معايا. المهم البنات شوفوا هنايا راه نقيت، وكيف ما شفتوني داك الصابون وجافيل بالنسبه للافابو، وبالنسبه لداك الروبيني نقيته بداك داك سميتو برودوي اللي قلت لكم زوين بزاف كينقيهم مزيان، كنقي حتى لافابويات. غير انا لافابو عز عليا خوتي سميتو عز عليا الجافيل والصابون. المهم ضروري البنات خصكم تحلوا الشراجل جافيل حيت كيكون شويه مجهد، واخا بصراحه هذا ديال اجي ما مجهدش الصراحه، الريحه ديالو نورمال حيت كنا كنستعمل ديالو خزامه. الريحه ديالو زوينه الصراحه، اذا ماشي بحال الاخر نورمال. صافي البنات هادشي اللي كاين، نقيت هنايا ندوزو حاشاكم للطواليت نقيوها حتى هي، ونخليو اخر حاجه الحيطان. هنايا كنحط شويه ديال السانيكروا على هاد الزيف اللي غنمسح به الحيوط. المهم كيف قلت لكم كل مره كنبغي ننظف هكا كندير انا الميثود ديالي، و ملي كنكون كيطلع ريحه زوينه هكا في الحيوط و كيتمزهم يعني كينظفهم. فوالا البنات و نمسحو. كما كل سنه كندير ليه بحال ما هكا. اما بالنسبه للطواليت حشاكم و اللافابو فتعطلت هاد المره عليهم. شوفوا البنات الكميه اللي طلعت ديال الوسخ، ماشي شي حاجه ثاني، المهم شي حاجه اللي قليل حيت كيف ما قلت لكم كل سيمانه كنقيهم. شوفوا من بعد ما نقيت هاد لابارتي بحال ما هكا نحلو هاد الجهه. المهم هاد الجهه عندي فيها اي حاجه كتخص الدوش، جيل الدوش، كريم ديال الدوش، كريم هيدراتون ديال الشعر، ديمالور، شامبو، المهم اي حاجه كتخص الشعر، كتخص الدوش، كتخص الداس، كتخص الوجه. البعض منهم هنايا والبعض منهم راه كاينين في الغرفه كنستعملهم انا تما كي. المهم هنايا خصني ننظفو حيت هنايا التحت ديالو شويه موسخ كيف ما كتشوفوا. صافي نقيو وهانتوما معنا. المهم بالنسبه لي برودوي ديالي، نتوما لي برودوي ديالي، المهم هذا اول مره كنجربو هاد الضوف، هذا زوين بزاف. جربته دابا دو فوا بحال ما هكا كيرطب الذات البنات زوين. هذا السيباميد اول مره كنجربوه، هذا على قبل الشعر باش يحميه من تساقط الشعر. وكما عارفين السيباميد هي ماركه لي طبيه، والبي اتش ديالها كيف ما مكتوب هنا 5.5. وهذا انتيميكاما، هذا شنقول ليه جيل منطقه الحساسه. هذا مارسيي ديجا هو اللي كناخذ نتوما راكم عارفين بصراحه عزيز عليا هذا حتى هو، ولكن قلت نبدل هاد المره. هنايا عندي ديميلور لي واعر واعر بزاف البنات اللي كنحماق عليه من ييف غوشي، عندي لي شامبو ديال ييف غوشي. فوالا هادشي اللي كاين. عندي واحد ديميلور هنايا ايضا البنات نشاركو معاكم، هذا اللي كتشوفوا معايا بالمكاداميا، زيت المكاداميا صراحه هو زوين. هذا حتى هو ديميلور. صافي هادشي اللي كاين. ما سبق عندي الصابون بلدي، عندي الطين، عندي هادو اللي كنقيو بهم السنان.
صافي البنات، فينالي واخيرا سالينا. المهم شوفوا الدنيا كيف ولات نقيه. المهم هنايا رجعت هادو كامل منظمين، داكشي لي برودوي كنستعمل طويت حاشاكم والتنظيف. هنايا شعلت هاد الشميعه هكا باش تعطي ريحه زوينه هكا للطواليت، وخا صراحه ريحته زوينه حيت زدنا لها ديترجون زوين، ريحه ديال الفنه. طابيات عرفتو منين مشطو ولا نقيين، واصلا الصراحه الا الدوش راه نقي، انتم الدوش راه نقيت، وداك النهار ديك النقا ديال بصح. المهم كلشي نقي، اليوم غادي نشارك معكم الغديوه ديالي متواضعه. المهم قبلوا عليا. المهم هنايا غادي ندير طاجين ديال كفته وصوص طوماط، شويه ديال البصله، شويه ديال التوابل، شويه ديال مطيشه، شويه ديال الربيع، زيت العود، صافي راكم عارفين نتوما الطاجين ديال الكفته ساهل بزاف وماهل. صافي هادشي اللي كاين. هذا درت الطاجين ديالي هكا يطيب. المهم باقي ما حطيتش عليه الكفتات، الكفته باقي ما حطيتهاش عليه، غادي نخليها كام واحد 12 دقيقه بحال هكا، 10 دقائق غير باش ديك الربيع ومطيشه والتوابل هكا يشربوا بعضياتهم، والبصله والزيت الزيتون. المهم حطيت لي الملح حتى شحال الصوف مع الحك ديال الطماطم، حطيت انا معلقه صغيره حيت حطيت كميه قليله ديال الكفته، وخلطتها مع الماء وحطيتها ما تبقى، اما ما حطيتش الماء حتى شي حاجه في الطاجين. واحد شويه غادي نلحو عليهم الطريفات ديال الكفته. صافي الغدا ديالنا كيكون واجد. ها هو الطاجين ديالنا وجد، بسم الله. هانتوما باقي سخون هادشي، خصو يبرد شي شويه. نبداو نجربو هادشي كيف طلع، واش هادشي زوين مزوينش. طاجين كفتة 5-5 والله إلا واعر. وزن خليتو عرفتو، خليتو على راحتو هكا يطيب، طلع زوين بزاف بزاف، مطلعش هكا ناشفة في طبقات الصوص ديالو، هكا خاترة زوينة. المهم هادي هي الأكلة ديالنا ديال هاد النهار، تقبلو علينا. مهم خوتي عزاز، الحمد لله والشكر لله على هاد النعم. الحمد لله شبعنا الكريشة ديالنا، ومن خدينا لي فيتامين ديالنا وكل شيء الحمد لله. المهم دازت ديريكتومون الاواني الماعن. المهم كانوا شي معناس هكا ديال الفطور صراحه، الا وحيت غير بوحدي كنفطر غير بوحدي، كنتغدى غير بوحدي. المهم طالما طال انا غير بوحدي في الدار الصراحه الا نهار كله. فالمهم كانوا شي معنا ديال الصباح وكانوا قلال بزاف، قلت البنات تنخليهم مع ديال الغدا. بحكم صراحه كنبقى غير بوحدي في الدار، يعني كنفطر غير بوحدي في الدار وكنتغدى بوحدي وداكشي. المهم النهار كله انا غير بوحدي،
فكنقول والله العظيم البنات بارفو كنخلي الماعن تال مع العشاء، كنغسل ديال الصباح وديال الغداء وديال العشاء، حيت كيكون داكشي قليل يلاه حتى كيكون كليس كاع الوجبات ديالنا عاد باش كيكون الماعن تعمرات تما كاين البلاصه فين كنحط الماعن. المهم راكم عارفين انا غير بوحدي وعلي، مسك الله الله ييسر لي اموره وييسر ليكم في الخدمه. المهم صافي البنات هنا الله على راحه، نيتوايت هنا البلاصه ديال الاواني وكل شيء، هاتي راحه نفسيه ملي كتشوفي هاد البلاصه هكا نقيه وهي هذيك ما فيها حتى شي وسخه هكا في لافابو ما كاين حتى شي ماعن، يا سلام راحه نفسيه. من بعد البنات دايركت مشيت للصالون كنتحلى الشرجم، فصافي بدا كيبرد الحال البنات، ستيت شريجم كنتحلى الشرجم صافي. وجيت هنايا هاد الماطه ديما كتكون في الصالون هادي كنتغطى بها هكا كنحط عليها جيلاتي صافي. المهم الصالون كيف ما خليتو البارح بالليل عاد باش دابا جيت معكم وبديت كنيطوي فيه الصراحه، ما كاينه غير بوحدي في الدار فكلشي نقي كلشي منظم هو هذاك صافي البنات. من بعد مشيت جبت لي لانجيت اللي كنقي بهم فوق هاد الطاولات الصغار، كان شي مسخ حيث اغلبيه هي اللي كناكل فوق منها صافي البنات. هادشي اللي كاين، قبلوا علي الروتين ديالي ديال هاد النهار وكنتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. البنات انا رجعت لكم، مهم سالينا الشقاء ديال الدار اليوم من دابا الساعه تبارك الله الوقت هذا كيطير 5:30 دابا، عاد صليت دابا العصر. شون هنا نتويت هكا خفيف، المهم الدنيا اصلا نقيه الصراحه، البيت ناس سوا منتوي من الصباح، المهم ناس مغسولين طويت الحمد لله سهية نقية الدنيا نقية الله على راحة. دابا غادي انايا غادي نكون مرتاحة تلقاوني دابا انايا مرتاحة حاليا، ملي كتكون الدنيا نقية البال كيكون مرتاح سبحان الله العظيم. الناس غادي نرتاح شي شوية واحد 10 دقايق بحال ما 15 دقيقة ونرجع لكم ان شاء الله باش نكملو الروتين ديالنا ديال هاد النهار اذا كتب الله. نشعل ليا شي فيلم هاكا في نتفليكس ونرتاح شي شوية وانا معاكم. البنات نعاود لكم بعدا شنو القصه ديال رايبي جميله. المهم انا خصكم تعرفوا في الحماله ديالي تشهيت بزاف رايبي جميله، عرفت لواحد الدرجه ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش البنات، راه كان عندي بحال شي حلم انني نلقاه ونشربه، راه بزاف 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 بزاف، ولكن اش غادي نقول الله يحسن العوان و مكاينش معاه ما كاينش، والمشكل سدوا الحدود ما كنت نقدر نوصي شي حد ولا شي حاجه يجيبوا لي من المغرب، ولكن كانوا سادين راكم عارفين الطيارات ما كانوش عاد يحلوا دابا صافي. كل مره مصدع علي رايبي جميله رايبي جميله رايبي جميله رايبي جميله صافي، حتى واحد الوقيته سكت صافي عرفت بلي رايبي جميله ما كاينش. السيد مسكين دار ما دار اللي في جهده، راجل مسكين كيقلب وكذا ولكن ما لقاش، وعلي نعيمه تشها شي حاجه وما تلقاهاش، ناري علي كيتعصب كيبقى فيه الحال مسكين والله. ولكن انا ماشي الخاطر يا البنات راه صافي راه ريوغي غادي ينزلوا صافي. من بعد تا كنشوف علي البارح داير ليا مفاجاه، خد ليا واحد الباكيت كبيره ديال رايبي جميله. الصراحه انه هنايا رايبي جميله غالي، يعني المغرب جوج دراهم، هنايا 15 درهم الوحده غير الوحده ماشي الباكيت البنات الحبه وحده. فالبارح مسكين جاب ليا الباكيت اللي كتكون فيها 8، جايب ليا قال لي ها انت شبعه وجايب ليا عصيرات وحده اخرين ديال المغرب. صراحه الله ينصر مغربنا الله يحفظه حق الله العظيم، رايبي جميله ما كاينش بحاله لا غير على مسكين جوج دراهم. المهم تبارك الله المغرب عندنا كلشي غزال، لا من العصير لا من الفواكه لا من الخضر، المهم تبارك الله عندنا الخير والبركات ما شاء الله الله يحفظ مغربنا الحبيب. المهم قلت لكم البارح، لكن البارح كنعاود لكم دابا راه ما كانتش كون غير صور علي ديك الرياكسيون ديالي، ولكن مع الاسف انا شنو شمن رياكسيون مازال شمن كاميرا وشمن صافي. البارح هو علي ويقول لي رايبي جميله بحال ما كاتي شفت ردك عرفت تصور معايا، ما حسيتش براسي حتى هكا حليته وكنشرب كنقول حتى داك الحسيه ملي كتكون مشهيين شي حاجه وكتلقاوها ولا شي حاجه بنينه وكتعجبكم راه صافي. البارح حتى اش غادي نقول لكم حاجهكم الريوقي غادي ينزلوا صافي. ملي شفت انايا رايبي جميله اول مره كيطرى لي بحال هكا سبحان الله العظيم، الله يسمح لينا من الوالدين
والله العظيم الله يسمح لينا من الوالدين وصافي. عرفتي ملي شفتو بقيت كنشرب البنات صراحة. الا دابا قلت كاين حطوا هكا مع انا كيعجبني بزاف حيت فيه ديك النكهة ديال الرمان رائع بزاف. صافي هاشو زعما والحمد لله بعدا لقيتو فهاد الفترة لقيتو بعدا وحيت راكم عارفين دابا الحدود مفتوح وكل شيء. صافي قلت نعاود لكم شنو طرا لي البارح ويا ريت لو صورت غير ريا غيكسو والله العظيم يا ريت لو صورت لكم ردة الفعل ديالي. راه كنتو تموتو عليا بالضحك والله العظيم كنت تموتو بالضحك. علي مسكين ملي شافني في ديك الحالة ملي شافني هاكا مشاهية لهاد الدرجة وصافي وكلشي كنقول الله بحال ما هاكا السيد بقى كيشوف فيا بحال ما هاكا تشوكا بقى داير فيا بحال ما كون كيضحك. قالي نايمة أول مرة نشوفك بحال ما هاكا. يعني تصور معايا في الحالة نورمال كتشوفي شي حاجه كتشهيه ماشي لهاد الدرجه، ولكن كنت كنسمع بلي المراه الحامله ملي كتشوف شي حاجه كتشهاها الرياكسيون ديالها كتولي في شكل فريمون البنات. جينا للكوزينه نصوب لافوكا. المهم كاين اللي كيديرها مع البنان وكاين اللي كيديرها غير بوحدها. انا كنديرها مع البنان، كندير النص ديال لافوكا مع البنان ومعلقه ديال السكر والحليب. المهم كل واحد وكيفاش كيبغي يديرها. صافي البنات هو لافوكا ديالنا وجد ما يمكن حطه هنايا من الفوق ديالو القرقع كيجي زوين بصراحه. البنات وصلنا لاخر ديال الفيديو، كنتمنى ان شاء الله هذا النهار يكون عجبكم نال اعجاب ديالكم الروتين ديالي. المهم كل نهار داكشي اللي كندير البنات ما بالزايد ما بالناقص كنشارك معكم كلشي على يعني ما كاين لا بروتوكول لا شي حاجه. كنشارك معكم النهار ديالي كيف ما هو كيف ما كندوزو يعني الاشياء كنشارك معكم الاشياء الزوينه كنشارك معكم الاشياء الخايبه ايضا. ايوا هادشي اللي كاين البنات. نتمنى ان شاء الله نكونوا دائما على حسن الظن ديالكم ويكون الفيديو خفيف على قلبكم على قلوبكم. المهم خليتكم على خير، نتلاقاو ان شاء الله في فلوج جاي.